ناخد جملة وتفصيلا بعد احد المواقع اللي نزلت ايقاف فاروق ان الكلام ده مش مظبوط. كابتن رضا البلتاجي نفى الكلام ده على الهوا، ولجنة الحكام نفت الكلام ده على الهوا، وان مفيش اي عقوبة بيتعاقبها الحكم بتنشر او بتعلن. هناك عقوبات على الحكام ولكن لا تنشر العقوبات. انما الكلام اللي اتقال على ايقاف فاروق ده كلام غلط. محمد فاروق الاسبوع الجاي هيدير مباراة وهيبقى موجود في ادارة المباراة، ان محمد فاروق واحد من افضل الحكام اللي جابتهم مصر. انما ما اشيع حول ايقاف فاروق ده كلام مش مظبوط، ودار حوار بيني وبين عزب حجاج سكرتير لجنه الحكام. عزب نفى الكلام ده واكد ان محمد فاروق لم يوقف. هناك اخطاء وارده للحكام، وان الحكم بشر بيخطئ ويصيب. مش معنى انه محمد فاروق اخطا في لعبه من وجهه نظر الناس انها ركله جزاء، هي اصلا الحكايه دي حكايه تخطيريه. في حاجتين، قرارين صعبين جدا جدا للحكم، هي ركله الجزاء والبطاقه الحمراء. محمد فاروق كانت زاويه الرؤيه بتاعته تسمح له ان هو يشوف ان الكره دي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، وهو ما كانش عنده غضاضه انه يحتسب ركله جزاء، لان محمد حكم من حكام النخبه. معنى ان حكم يوصل لحكام النخبه يبقى حكم متصنف ايه في الاتحاد الافريقي. محمد ادار مباراه الاهلي والزمالك، من الحكام القلائل اللي ادارت مباراه الاهلي والزمالك. مش عايزين نبتدي نتكلم بقى الحكام، كل فرقه تتغلب على الحكام، ورئيس نادي الحكم ده عاجبه ولا مش عاجبه. احنا كلنا منظومه واحده، ويجب على لا على على هنا بريده ان يطلع بيان من اتحاد الكوره يقول فيه ان عقوبات الحكام. لا، انا النهارده براقب مباراه، الحكم مش عاجبني، مش هطلع تاني يوم في الاعلام اقول ان انا قررت ايقاف الحكم خالص. انما انا بكتب التقرير للجنه الحكام، ولجنه الحكام بتجتمع وبتطلع القرار وبيبلغ الحكم بالقرار هاتفيا، مش بنكتب في الجرايد وبننشر ان حكم. ودي بتهز من هيبه التحكيم ان انا اقول ان الحكم اتوقف ولا ما اتوقفش. فانا باكد، والنهارده لسه كنت في مداخله في النيل للرياضه الصبح، وكنت في مداخله امبارح في التلفزيون، واكدت ان محمد فاروق لم يوقف. محمد فاروق واحد من افضل حكام مصر.